يحاول وائل إقناع عامل محطة الوقود لمنحه بضعة لترات من مادة المازوت علّه يتمكن من تخفيف قسوة الشتاء عن أطفاله في وقت تشهد فيه مدينة الرقة أزمة حادة في مادة المحروقات بعد منع السلطات المحلية بسطات المحروقات من العمل في المدينة. طيب منين نجيب مازوت؟ جا سيارات ما في ومازوت ما في. طيب منين ندفي ولدنا؟ نروح نموت من البرد من نهارنا؟ والله عندي طفل عمره 6-3 أشهر، يعني منين اروح وانا عامل يوميتي 10,000 ليرة؟ يعني ايش اسوي؟ الا ايش بدي احط المازوت لولدي وما في مازوت. حركة شبه معدومة للمركبات في مدينة الرقة ترافقت مع إعلان أصحاب بسطات المحروقات الإضراب عن العمل بسبب قرار السلطات المحلية حصر عمليات البيع في المحطات التابعة لها والتي تقدم خدماتها لسبع ساعات فقط، حيث باتت تلك المحطات تشهد ازدحاما كثيفا على الرغم من الجودة السيئة للمحروقات المتوفرة فيها. إذا يريد يوقفون المحطات يوقفونها، بس بشرط الكازيات الموجودة بالرقة كلها تتعبى مازوت وكلها تتعبى بنزين، ويوحدون السعر للمازوت شقد وللبنزين شقد، الكل يعبي بسعر واحد، والنوعية البنزين يهمنا النوعية قبل السعر، النوعية مو يحطون نوعية تخانة بنوبة. قرار السلطات المحلية أسهم بارتفاع أسعار المحروقات في مدينة الرقة، إذ بدأت بعض محطات الوقود بيع اللتر الواحد من مادة المازوت ب 1300 ليرة سورية، في حين كانت بسطات المحروقات توفر المادة بسعر 800 ليرة فقط. اللي بده كميات قليلة، يعني مثلا اليوم بده 1 لترين 3 يتدفى، ولا غاز 2 لترين 3، يروح يصف من الصبح للساعة 2 الظهر مشان يحصل 2 لترين مازوت يتدفى عليهم. ساعات طويلة يقضيها أهالي مدينة الرقة أمام محطات الوقود للحصول على المحروقات، في حين تعمل السلطات المحلية على احتكار الأسواق دون النظر لاحتياجات المدنيين لتزيد من قسوة الظروف المعيشية التي يمرون بها.